السلام عليكم، أتحدث معكم بشكل سريع عن الموضوع الذي بدأ ينتشر في الآونة الأخيرة والمتعلق بمخاطر الزيتون الأسود. باختصار شديد، كل ما ذكر في هذا المقطع كله خطأ في خطأ، وهنا أبين. الزيتون بشكل طبيعي لما يكون في الشجرة يكون لونه أخضر، طبعا أول ما يقطف ما حد يقدر يأكله بسبب طعمه المر، ولهذا لابد أن يعالج ببعض المحاليل. غالب المحاليل المستخدمة هي محاليل شديدة الملوحة، طبعا يمكن بعض المحاليل الأخرى تستخدم مثل بعض المحاليل القلوية. هذه المحاليل تحول مركب الفينول الموجود في الزيتون بشكل طبيعي بعد ما يتفاعل مع الأكسجين إلى اللون الأسود، وهذا بشكل طبيعي. باختصار شديد، الزيتون فيما يتعلق بلونه يمر بمراحل، من اللون الأخضر، بعدها البني، وبعدها البنفسجي، وفي الأخير اللون الأسود. هذا كله يدل على نضج الزيتون، وليس إلا بعض المركبات الأخرى يمكن أيضا تستخدم مثل الكالسيوم كلورايد أو أملاح الحديد وما شابه بعد ما تضاف إلى الزيتون وهو في الحافظات الكبيرة. كما يفهم من هذا الكلام، حتى الزيتون الأخضر لابد أن يعالج، وهذا بشكل طبيعي، وعليه الزيتون الأسود ما وراه أي مشاكل.